بالقانون. نحن اللي مثلنا عسكري تحت العسكرية، نحن نمشيش إلا بالقانون. لكن بالمقابل بصراحة القتلة اللي قدرنا نقدرهم يعطونا وجوهنا باش ما نضطرش الوسط حق اليدي. يعني القاتل هو ضحلة، إي خطاني نحن في العروض ترجح واحد تطلع تعود عنا. انت تمشي بين كام عرب وانت بين كام عرب. بس فضيلة الشيخ قال في ليلة مدورة لحلت هالمشاكل. يعني ممكن الطلب يتقدم لنا ما نقدرش طلب. نبي مقتول وسير فيه، أنت اللي كان أحترف بذنبك وتعال دور معي حل. أنت اللي تقدم للمشايخ وقلنا نبغى حل مع أولياء الدم، وش نادي دورة؟ لما دورة نبي هانا معيش نادي فيها وكلهم سبع عام وراء احنا موقعين على أولياء الدم كده. بالنسبة للقتلة اللي عنده واحد قاتل نقدرني خطأ، يعني فيه واحد دير براوة ولا دير حل. الله أكبر الله أكبر. حتى اقرب الناس نلقى واحد يدير نادى، نلقى واحد يجي على واحد ارهابي، بالنسبه لي احنا براوه من الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللي يجي على ارهابي ارهابي مو حرام. انا اسمحوا لي يعقب على الكلام هذا الحاج زيدان. رجل اولا نحن اي واحد وحين لي يدير نادى راه وحين بمحضر ان ارهابي لا يمكن رجال مثلا مصالح ولا حاجه، هذه مستحيله. لا تفاوض مع الارهاب، هذه مني ذاك كلام. الله انا من جاب فيكم والله لا تفاوض مع الارهابي نهائيا. ان شاء الله يقول ايش؟ ان شاء الله يقول طلعوني راني نادي بدون روحي قدامك وطنك. ما فيش تفاوض نهائي. ولا في واحد يمشي قرناده وانا راني اكلت مشيت السجن واكلت عليهم. قلت لهم حتى الارهابي ممنوع عليه الزياره. أنا مشيت لهم غادي إرهابي ونحن نسيكم في محضر أن إرهابي ومرتكب على أعمال إرهابية وعليه ملاحقات ممنوع عليه الزيارة ما يجيش حد. أنت الغادي بتزور ولدك بتزور ولدك دوا شهر لك ليش ما كرهتش حتى هذا صح هذا صح لا تعال هلا وين ماشي بالأخير مثل الحلفية بينك وبينك فراوة يا سيدي والله حتى سيدنا نوح ولده طلع عليه طوعة صح ولا لا؟ صح لا كان قال تعالى شوف قال تعالى كم جاي قال لا ما فيش جاي رايت انا نعرف قلت لهم ان يجيكم هنا واحد يقول لك عندي وليدي جوا حطوه مع الجوا اولادك لما كان يضرب في يقتل في الناس انا ليش ما جيتوا مثل وين ماشي؟ لما يطلع الطعم تدي كاخ الطراوة قول له شد بالله بريء منه الدنيا واحد والله انا قاعد مكتوب الشرع ما نشد عليه ولا لا هذا في الوقت يقعد موقف سليم ودوا له كاخ بيني وبينه لكن تو في صورة لا وراني أكلت على كذا هذا سيدي قرناد ممنوع ولا يجي ولو حتى ما تم زي ما تمش مع التحقيق ما تجيش نهائيا بقرناد ما تزورش نهائيا ولا ترى لغاية ما الدولة هي اللي حتوازي القصة هذه يا زي محاكم اللي قاتل نشهد بالله ما فيه الا الاعداد انت في كلام حق الله حق الله حق الله هذا الشرع يقول لك اما تقتل لي يوم انت يا راجل ارهابي قاعد مصبين يحضروا عليه هو اللي قاتل اخوه ويصب مصبين عليه ويحضروا والله بس قطعت الدمع شفتوه بقطعت التلفزيون ترى ترجع منه خير اصلا كيف الكلام هذا؟ ما فيش تفاوض ولا في زياره انا قلت نمره والله في المرجوك رجاء ما فيش حد يزور اي واحد في السجن نهائيا ما يجيش نهائيا ولا يزوره ولا يجي شوره نهائيا اظن عند الدوله وخبوه في السجن لين تبث فيه من الدوله تبث فيه من الدوله وحتى اولياء الدم عندهم نظره في الكلام هذا حتى بعدين في الاحكام اللي يصدرها القضاء فيه نظره اخرى برضو لا ما زال فيه بيجي هنا دور العرف بعد ارجو شوي اصبح حد لا يمكن انا نقول لكم انا ارى قريبي عبد العال عيسى صالح قريبي المرحوم عيسى صالح اول واحد ذبح في وجهه انا ولا ارى علي اول واحد ذبح في وجهه طلع علي مستوي خرجوا من ولد والله لا تفاوض معاهم ابدا دل قسما بالله انا قلت له والله العظيم وراني اصدرت تعليمات الاجهزه الامنيه وتفعيل الاجهزه الامنيه وابدوا ايضا انا طلبت من وزاره الاوقاف باش نوريكم العمل اللي انا ماشي فيه قلت لهم يوم الخميس لما تبدا الدراسه يوم الخميس من كل اسبوع ما نبيش حصص ما نبي لا رياضيات ولا نبي جغرافيا ولا نبي تاريخ
جيبوا للناس الشيوخ دوعية دينية في المدارس.